السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة يا جماعة؟ انا جالي رسالة على الموبايل بتاعي، انا معايا اتنين موبايل وجالي على اتنين موبايل رسالة بتقول ان هيوقفوا العمل بالكارت يلا فيزا اللي هو ده تبع البريد المصري. طبعا احنا اغلبنا رابطين الباي بال بالرقم بالكارت ده، فده اصبح التعامل بيه هيتوقف كدولي، يعني تعامل الدولي هيتوقف، هيبقى الشغل بتاعه محلي فقط، فبالتالي بعد كده المعاملات هتترفض من باي بال، هيرفض الكارت ده. فلازم نشوف حل. الحل بقى ايه؟ الحل لو انت عايز تتعامل مع البريد المصري هتبقى الكارت ايزي باي شغال زي ما هو، او تتجه لتجيب بقى فيزا من اي بنك من البنوك، او تعمل حساب من البنوك لو انت رابطه. بالنسبه للناس اللي اشتغل على التيك توك او الناس اللي رابطين بالباي بال، فلازم نغير الكارت ده. الكارت ده يا جماعه خلاص ما عادش هيشتغل على الباي بال وهيترفض. انا كلمت خدمه العملاء واستفسرت منه، حتى راجل اتخانق مني من كتر الاسئله، راجل اتخانق مني، قلت له الموضوع ده مهم جدا ولازم تعرفنا. طب هو سحب ولا ايداع ولا توقف ازاي؟ قال توقف دولي، يعني مش هيتعامل بيه دولي، هيبقى المعامله بيه محل فقط. طبعا ما عادش هينفع معامله بيه على الانترنت، لو انت بتعمل بيه على الانترنت ما عادش هينفع. فالحقوا شوفوا، ما حدش يحول عليه، وتقريبا هيترفض التحويل عليه. ويشوف لكم بديل بقى ان شاء الله، يا اما حساب بنكي وتربطوا بو الحسابات بتاعتكم، او كارت ايزي باي من البريد المصري، وتشيل الكارت القديم اللي هو يلا، وتحط الكارت الجديد اللي هو ايزي باي، وتشتغل. والله المستعان، اما نشوف اللي يحصل تاني. وده كان فيديو يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.